بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في المحاضرة الثانية اللي هي هتكون بتتكلم فيها إن شاء الله عن تصميم البريك ووتر، وهنصمم البريك ووتر النوع اللي هو الرابل ماوند أو بيسمى بالإنكلايند بريك ووتر. طيب طبعا دلوقتي لو جينا نتكلم على البريك ووتر بتنقسم لنوعين، في نوع منها الأولاني اللي هو النوع الفيكسد بريك ووتر، والفيكسد بريك ووتر ده أشهر الأنواع المستخدمة فيه النوع اللي هو الإنكلايند ده كده، والنوع الثاني عندنا اللي هو الفيرتيكال بريك ووتر بيبقى الجزء ده بس كده، وفي عندنا النوع الثالث اللي هو الكومباوند ده بقى بيبقى ايه الجزء ده وبيستخدم له قاعده من تحت كده قاعده من الصخور. طبعا بنلاقي ان احنا الجزء اللي هو الرابل ماوند ده بنستخدمه لما بيكون اجهاد التربه بتاعنا قليل جدا، فبنلاقي ان احنا بنحمل على مساحه كبيره جدا اللي هي المساحه دي كلها، لكن لما بيكون جهاز التربة بتاعتنا عالي بنروح نستخدم الفيرتيكال بريك ووتر اللي هو بالمنظر ده كده. في حالة ان احنا عايزين نعمل خليط ما بين الاتنين بنعمل قاعدة من تحت كده من الصخور وبنحط فوقيه اللي هو الفيرتيكال بريك ووتر. طبعا الرابل ماوند ده بيكون تكلفته رخيصة شوية عن الفيرتيكال، وبرده بتكون مميزات الفيرتيكال بريك ووتر ان انت بتقدر تعمله رصيف من فوق، لكن الرابل ماوند ما ينفعش ان انت تعمله رصيف. طيب في النوع الثاني، من قلنا ان احنا عندنا الفيكسد بريك ووتر وعندنا النوع الثاني اللي هو الموفابل بريك ووتر. الموفابل بريك ووتر ده لما بيكون ارتفاع الموجه بتاعنا قليل، الموجه اللي احنا عايزين نصبها دي قليله، فبنعمل اللي هي حاجه بتبقى عايمه بالمنظر ده كده، بتبقى حواجز عايمه بالشكل اللي احنا شايفينه في الصوره دي كده، تمام. طيب تعالى نتكلم على الرابل ماوند. الرابل ماوند ده بيكون متكون عندنا من 3 طبقات، اول طبقه اللي هي الطبقه في القلب دي طبقه الكور، وتاني طبقه عندنا الطبقه في الوسطى اللي هي طبقه الفلتر، وعندنا الطبقه الثالثه دي اللي هي طبقه الارمر دي اللي هي طبقه الدرع. بتلاقي دلوقتي ان انت الطبقه اللي جوه دي بتكون فيها صخور وزنها صغير جدا، بيكون تقريبا في حدود من 10 ل 20 كيلوغرام. بعد كده بتلاقي الطبقة التانية دي بيكون فيها الصخور بتاعتها بتبدأ تكبر شوية، بتوصل من حوالي 100 كيلوغرام لحد 1 طن. وبعد كده الصخور بقى اللي فوق ديت اللي هي في طبقة الأرمر دي بتكون صخور حجمها كبير شوية، بتوصل لإيه ل6 طن، وأحيانا بتوصل ل10 طن كمان. دلوقتي الطبقة اللي هي في القلب دي بنستخدمها طبقة قليلة، الصخور بتاعتها بتكون صغيرة على أساس إن احنا نقلل المسافات البينية الموجودة هنا ما بينها، والطبقة اللي بره دي طبقة الأرمر بتكون صخورها كبيرة على أساس إن هي تقدر تستحمل قوة الصدم اللي بتجيلها من موجة بتاع البحر. وبعد كده الطبقة اللي في النص دي اللي بيحصل لما بتيجي الموجة بتبدأ تصطدم بالصخور اللي عندنا هنا دي، فالفراغات البينية ما بينها بتكون كبيرة شوية، فبتبدأ تدخل وتسحب من الصخور الصغيرة اللي جوه بتاع الكور. فمن هنا بدأوا يفكروا في ان احنا نعمل طبقة الفلتر على اساس ان طبقة الفلتر دي بتبدأ تحمي طبقة الكور الموجودة عندنا هنا جوه، وفي نفس الوقت طبقة الارمر بتستحمل عندنا قوة الصدمة. طيب تصميم الرابل ماوند معناه ان انت هتحدد سمك كل طبقة من دول هي قد ايه، وفي نفس الوقت هتحدد المناسيب بتاعتنا قد ايه برضه، وبتحدد الوزن بتاع كل صخرة انت بتستخدمها في كل نوع من انواع الطبقات اللي عندك هنا. لو جينا دلوقتي نتكلم على تصميم طبقة الارمر اللي هي اول طبقة عندنا هنا دي، الطبقة دي وزن الصخرة الواحدة فيها بيكون ليه قانون بتحسبه منها، يقول لك القانون ده الجاما رابل في الاتش تكعيب على الكي دي في الاس ار ناقص 1 لكل تكعيب كوتان الالفا. الجاما ار دي اللي هي كثافة الصخر اللي انت بتستخدمه. الصخور دي في منها نوعين، في نوع اللي هو الناتشرال، والنوع الناتشرال ده اللي هو بنبقى جايبينه من كسر المحاضر، بناخد الجاما بتاعته ب 2.5 طن على المتر مكعب. لكن الصخور التانية اللي هي الارتفيشال دي صخور بتبقى خرسانة زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ده صخرة صناعي، في منه انواع كتيرة جدا طبعا، بس ده ايه الشكل ايه يعني من الاشكال المشهورة جدا اللي هو الصخر ده. طيب بناخد الجامة بتاعتنا ب 2.2 طن على المتر مكعب. طيب والاتش عندنا دي اللي هي ارتفاع الموجة، وعندنا الكي دي، الكي ده فاكتور بيسمى بالإكوليبريم فاكتور، وده ليه تيبل هنعرف ازاي نطلعه من التيبل دلوقتي.
والاس ار دي النسبة ما بين كثافة الصخر على كثافة المية، والكوتان الفا دي اللي هي زاوية الميل. لو لاحظت ان انت عندك دلوقتي الخط ده كده بيكون مايل بزاوية هنا كده اللي هي زاوية الالفا دي، بناخد احنا كوتان الالفا دي لو مش معطى بناخدها باتنين، لان احنا بناخد الميل بتاعنا 2:1. طيب الكي دي ده بنطلعه ازاي من الجدول؟ علشان تطلع قيمة الكي دي من الجدول لازم يبقى معاك كام معلومة اساسية هيساعدوك في ان انت تطلع القيمة. اول معلومة عندك تبقى عارف نوع الصخر اللي انت هتستخدمه ده، نوع الصخرة اللي انت هتستخدمه هنا ده كده هو صخرة ناتشرال ولا صخرة ارتفيشال. بتلاقي ان انت عندك هنا بيقول لك ان انت هو الجزء ده ممسوح شوية، بس بتلاقي هنا كاتب لك الكويري ستون سموس، وهنا الكويري ستون راب، وكاتب لك تحت انواع الصخور اللي هي الارتفيشال، هتلاقي هنا اسماء ايه كتيرة جدا. طيب تاني حاجة بتحتاج تعرفها، انت هترص الصخور بتاعتك هنا في الشكل ده هترصها على طبقتين ولا على طبقة واحدة؟ طيب فالان اللي هنا دي هي او على ثلاث طبقات، قلنا طبقتين او ثلاث طبقات مفيش طبق، الان دي اللي هي عدد الطبقات اللي انت هترص عليها الصخور. طيب البليسمنت طريقة وضعك للصخور دي، هل انت هتحطها بشكل عشوائي ولا هتحطها بشكل منتظم؟ في الغالب بيكون الشكل اللي هو ليه العشوائي. طيب تاني حاجة بتدخل بقى، انت دلوقتي بيتوقف عندك السكشن اللي انت بتصممه. لو جينا هنا للرسمة اللي هنا دي كده بنلاقي ان ده كده حاجز الامواج الرئيسي وده حاجز الامواج الثانوي. طيب بنلاقي ان في جزء هنا كده، احنا الجزء ده يعتبر لو لاحظت كده بنكبره عن باقي الجزء بتاع السد. الجزء اللي هنا ده بيسمى بالهيد، والجزء الباقي ده بيسمى بالترنك. فالهيد ده ليه ديزاين، والترنك ده السكشن بتاعه برضو ليه طريقه تانيه، ليه حسابات تانيه غير الهيد. فهنا لازم تحدد انت داخل تصمم سكشن في الترنك ولا داخل تصمم سكشن في الهيد. طيب بعد ما حددت السكشن بتاع الترنك او الهيد، بتدخل بقى عندك هنا بيقول لك انا عايزك تقول لي نوع الموجه اللي عندي، هي بريكنج ويف ولا نون بريكنج ويف. علشان نحدد نوع الموجه هي بريكنج ويف ولا نون بريكنج ويف، بنحدد بناء على ارتفاع الموجه وبناء على عمق الميه. لو كان عمق الميه اكبر من ارتفاع الموجه فدي بنقول عليها اللي هي نون بريكنج ويف، لو كانت دي اكبر من الاتش فهنا دي هنقول عليها اللي هي النون بريكنج ويف، لو كانت الدي اقل من الاتش فدي بنقول عليها اللي هي البريكنج ويف. طيب واخر حاجه انت مطلوب منك تبقى عارفها عشان تقدر تطلع قيمه الكي دي هي قيمه الكوتان الفا، والكوتان الفا قلنا بناخدها باتنين. فكده لو قلنا دلوقتي ان احنا هنشتغل بالكويري ستون، صخور الكويري اللي هي الصخور الطبيعيه ومن نوع الرف، وهنستخدم طبقتين، والبليسمنت بتاعنا هيبقى شكل راندوم، وقلنا هنصمم قطاع مثلا في الهيد دلوقتي. طيب ونوع الموجه بتاعتنا موجه غير متكسره، والكوتان الفا بتاعتنا كانت باتنين، فهنلاقي ان قيمه الكي دي بتطلع باتنين وتمانيه من عشره. طيب كده انت يعتبر كل حاجه في القانون هنا بقت معاك، هتعوض تعويض مباشر هتطلع لك قيمه ال دبليو ارمر. لو طلعت قيمه ال دبليو ارمر دي اكبر من العشره طن، وانت كنت فارض في المساله ان انت هتشتغل بالناتشرال رابل، فبالتالي بتقول لا انت هتبدا تشتغل كده بارتفيشال. يبقى لاحظ كده ان قيمه الدبليو لو كانت اكبر من 10 طن وانت كنت فارض ناتشرال رابل، فلا هتشتغل صخور صناعيه مش هتشتغل صخور طبيعيه، فتروح تحسب من جديد قيمه الدبليو ارم. ولما تيجي تحسبها من جديد هتلاقي ان كل الحاجات دي يعتبر تقريبا ثابته فيما عدا الفاكتور ده والفاكتور ده اللي قيمته هتتغير. هتلاقي ان قيمه الكي دي اختلفت، لان كل صخره من الصخور الصناعيه اللي انت هتستخدمها ليها قيمه هنا كده بتاع الكي دي بتاعتها. طيب وفي نفس الوقت قيمه الاس ار هتختلف، لان الجامه برضو اللي انت بتعوض بيها قيمتها اختلفت. طيب يعتبر كده انت عملت تصميم لطبقه الارمر بان انت وجدت سمك الصخره، وجدت وزن الصخره الواحده. طيب عايز برضو تحدد سمك الطبقه هيكون قد ايه، فسمك طبقه الارمر هنا بنقول ان هو عباره عن الكي دلتا في الان في الفوليوم اس 1 على 3 الجذر التكعيبي للفوليوم. طيب الكي دلتا ده فاكتور بنطلعه من الجدول اللي هو قدامنا ده كده. الجدول ده علشان تدخل عليه برضو لازم يكون معاك نوع الصخر اللي انت هتشتغل بيه، انت هتشتغل بصخر ايه؟
قلنا زي المثال اللي فات ان احنا نشتغل كوير ستون رف، نشتغل بالنوع ده اللي هو ايه الاحجار طبيعيه رف. وفي نفس الوقت قلنا لان بتاعتنا باتنين، والبليسمنت قلنا هنستخدم اللي هو الرندر، فمن هنا هتطلع لك قيمه الكي دلتا ديت بواحد وخمستاشر من 100. طيب بعد كده الفوليوم، الفوليوم ده هتلاقي ان هو بيساوي، الفوليوم بيساوي احنا قلنا ده الجذر التكعيبي للفوليوم. الجذر التكعيبي للفوليوم هيساوي الجذر التكعيبي للدبليو بتاع الارمر على الجاما بتاع الارمر. فمن هنا هتعوض في القانون ده، هيقدر يديك على طول سمك طبقه الارمر ده بكام. طيب ندخل على تاني طبقه عندنا اللي هي طبقه الفلتر. طبقه الفلتر زي ما عملت في طبقه الارمر، بان انت كنت عايز تعرف هو وزن الحجر قد ايه وقيمه السمك بتاع الطبقه قد ايه، برضه هكذا هنا انت محتاج تعرف وزن الحجر اللي هتستخدمه في طبقه الفلتر قد ايه، ومحتاج تحدد سمك طبقه الفلتر دي هي قد ايه. بالنسبه لوزن الحجر فبيجي نسبه من وزن الصخره اللي انت استخدمتها في الايه في الارمر فوق. طيب ولكن تلاحظ هنا بقى ان دايما قيمه الوزن بتاع الصخره اللي انت هتستخدمه لازم يكون الوزن الناتشرال، ما ينفعش يكون الوزن الارتفيشال. يعني لو انا دلوقتي في المساله كنت رحت حسبت الدبليو طلعت اكبر من 10 طن، فلما الدبليو طلعت اكبر من 10 طن قلت ان انا ايه لا هشتغل كده بصخور ارتفيشال. خلاص حسبت راح احسب كده لطبقه الارمر احسب لها الدبليو بتاعتها على ان هي ارتفيشال. طيب ولكن لما اجي ادخل في حسابات طبقه الفلتر لازما قيمه الدبليو اللي اشتغل بيها تكون القيمه الناتشرال اللي هي كانت طالعه اكبر من ال 10 طن دي، هي دي اللي هعوض بيها هنا في القانون. طيب بتتاخد اللي هي ايه الدبليو ارمر على من 5 ل 10، من هنا هتطلع لك قيمه الوزن بتاع صخره الطبق الصخره المستخدمه في طبقه الفلتر. طيب تاني حاجه انت عايز تحسبها اللي هي قيمه سمك طبقه الفلتر. قيمه السمك هنا هي الكي دلتا في الان في الفي اس 1 على 3، نفس القانون اللي فات بالظبط. والكي دلتا برضو بتيجي من نفس التيبل اللي هنا ده بالظبط كده، والان بتاعتك برضو بتشوف انت واخدها بكام، والفي بتاعتك اس 1 على 3، والفي هنا طبعا هتكون الدبليو بتاع الايه بتاع الفلتر على الجاما بتاعتك. والجاما هنا بقى تلاحظ ان هي جاما رابل، جاما رابل تمام اللي انت بتقسم عليها. طيب فمن هنا انت قدرت تحدد برضو سمك طبقه الفلتر. باقي لك كده طبقه الايه، احنا قلنا دلوقتي ان السد ده الحاجز ده بيكون عباره عن ثلاث طبقات، طبقه الارمر وطبقه الفلتر وطبقه الكور. انت حددت وزن الحجر اللي انت هتستخدمه في الطبقه دي، وحددت سمك الطبقه دي قد ايه، في نفس الوقت انت حددت وزن الحجر اللي هتشتغل بيه في طبقه الفلتر قد ايه وسمك طبقه الفلتر ده قد ايه. باقي لك اخر حاجه ان انت تحدد وزن الحجر اللي هتشتغل فيه اللي هتشتغل بيه في طبقه الكور، وتحدد برضو طبقه الكور دي ارتفاعها ده هيكون يوصل لحد كام. فنيجي هنا دلوقتي على التصميم بتاع طبقه الكور. بالنسبه لوزن الحجر فهو بيجي برضو نسبه من وزن الحجر اللي انت استخدمته في الارض، ولكن برضو نقول نفس النقطه اللي قلناها في الفلتر ان انت الدبليو اللي بتستخدمها هنا دايما هي الناتشرال، ما ينفعش تستخدم الطبقه، ما ينفعش تستخدم القيمه الارتفيشال. وهنا بيكون من 200 ل 6000، معلش دي تعدل يبقى من 200 ل 6000، فتقول ان الدبليو كور بتساوي الدبليو ارمر على من 200 ل 6000. طيب ده بالنسبه لوزن الحجر اللي هنشتغل بيه. طيب في نفس الوقت عايزين نحدد الارتفاع بتاعنا قد ايه، يعني احنا كده ادي دي طبقه الكور هنا اهي، طبقه الكور دي احنا قدرنا نحدد الحجر اللي انا هنشتغل بيه هنا كده، الحجر ده وزنه قد ايه، عايز احسب برضو المنسوب بتاعها ده او ارتفاعها ده قد ايه، الاتش دي بتاعتها قد ايه. فجاي قال لك دلوقتي الكلام ده بيأثر عليه الطريقه اللي انت هتعمل بيها الحاجز عندك. لو انت هتشتغل بطريقه اللي هي طريقه الاند ميثود زي الصوره اللي احنا شايفينها هنا دي، بان انت هتجيب عربيات تمشي على الجزء بتاع الكور بعد ما يخلص هنا علشان تكمل بقيه الحاجز، فدي اسمها طريقه الاند ميثود. فبالتالي لازم يكون منسوب الكور اعلى من منسوب الميه، يعني لو ده هنا كده منسوب الميه فمنسوب الكور لازم يكون عالي عن منسوب الميه ده. بيعلى عنه مقدار قد ايه؟ بيقول لك ان هو بيعلى مقدار الاتش على الاتنين، والاتش دي اللي هي ارتفاع الموجه. طيب
لو انت هتشتغل بطريقه الفلوتنج ميثود، ان انت بتبقى معاك قوارب والقوارب دي بتشيل عليها الصخور وبتيجي ترميها هنا على اساس ان انت هتعمل تكمل بقيه السد. فلو هتشتغل بطريقه القوارب دي فبتلاقي ان انت لو معانا هنا اهو دي طبقه كده الكور، فبتلاقي ان انت ايه الميه بتكون غامره طبقه الكور دي كلها كده، وبنخلي الارتفاع بتاعها هنا كده ده برضو اتش على ايه بتكون اوطى باتش على 2. فمن هنا ده اللي هو ازاي تحدد ارتفاع طبقه الكور. تعال نشوف مثال على الكلام ده، بس قبل ما نشوف المثال في تشيك مهم جدا بتعمله اسمه التشيك اوف اوفر توبنج. التشيك اوف اوفر توبنج ده انا دلوقتي بيبقى معايا طبقه الارمر وبعد كده طبقه الفلتر وبعد كده طبقه الايه الكور هنا كده اهي الكلام ده كله. وبنيجي هنا فوق كده بتلاحظ ان انت لو ده منسوب الميه عندك ممكن الميه دي تيجي تخبط وتبدا تمشي كده بالمنظر ده وتعدي ايه الناحيه التانيه. فاحنا عايزين نتجنب الكلام ده، فعلشان نتجنب الكلام ده لازما يكون الارتفاع بتاع طبقه الارمر من فوق يكون اعلى من اقصى ارتفاع هي الموجه ممكن توصل له بالمنظر ده كده. طيب هو اقصى ارتفاع ممكن الموجه توصل له بالمنظر ده بيكون قد ايه؟ بيقول لك ان الارتفاع ده بيكون عباره عن ان انت المين سيرفيس ليفل عندك اللي هو المنسوب ده كده، ده المين سيرفيس ليفل اللي هو منسوب الصفر والصفر، بتجمع عليه 1.5 في ارتفاع الموجه زائد التايدر رينج على 2 ده اللي هو بتاع المد والجزر. تمام، بتشوف الارتفاع ده قد ايه، ده بيبقى جيفن في المساله معانا، بتقسمه على 2 وبتجمع عليه 1.5 في الاتش. تشوف بقى بعد ما بيطلع الكلام ده هل قيمته اقل من قيمه الارتفاع بتاع الارمر ولا اكبر من قيمه ارتفاع الارمر. لو حصل ان قيمته كانت اكبر من قيمه ارتفاع الارمر فبالتالي بنيجي فوق على طبقه الارمر هنا كده وبنعمل حاجه زي نظام حائط خرساني كده يطلع لايه لفوق شويه على اساس ان الحائط ده يبدا يمنع للميه اللي جايه دي ان هي تعدي ايه الناحيه الثانيه، الميه هتيجي هنا وتصطدم في السد اللي انت عامله هنا فوق ده. تمام، لكن لو طلع ان الارتفاع بتاع الارمر اعلى من ارتفاع من اقصى ارتفاع بتقدر توصل له الموجه دي فبالتالي كده انت ايه انت سيف، مش محتاج ان انت تعمل الجزء الخرساني اللي فوق ده. وبالنسبه لعرض الطبقه من فوق، عرض الطريق ذات نفسه كده، الطريق ده بيتعمل لو كان السكشن بتاعك سكشن في الهيد هنا كده فبناخد العرض بتاع الطريق 15 متر، ولو كان السكشن بتاعك سكشن في المنطقه دي كده اللي هي الترنك بتاخد العرض بتاعك 6 متر. طيب تعال نشوف هنا ده مثال بيقول لك اعمل تصميم للسكشن في الهيد من بريك ووتر من حاجز امواج النوع بتاعه اللي هو الرابل ماوند، بحيث ان انت دلوقتي بيقول لك عندك البوث سايد اند هاربر سايد ايكوال 4 متر، ده اللي هو عمق الميه، فدي بتاعتنا ب 4 متر. البريك ووتر سبجكتد تو ويفز ويز هايت، وعندك ارتفاع الموجه بتاعك ب 3.2 متر. طيب وعطي لك التايدر رينج بتاعك بنص متر، فالتي ار بتاعتنا بنص متر. دي كده البيانات اللي هي معطى في المساله. طيب بتروح دلوقتي تبدا الحل بتاعك ان انت دلوقتي اول حاجه تخليها كده مرتبه في دماغك ان انت عايز تطلع تعمل تصميم لطبقه الارمر بان انت هتحدد سم وزن الصخره اللي انت هتشتغل بيها في طبقه الارمر دي قد ايه، وفي نفس الوقت عايز تحدد سمك طبقه الارمر قد ايه. تاني حاجه هتروح تعمل تصميم لطبقه الفلتر، طبقه الفلتر برضه علشان تصممها لازم انت تعرف وزن الصخره قد ايه، وبيبقى مطلوب برضه ان انت تحدد السمك بتاعها قد ايه. فبنيجي دلوقتي اول خطوه في الحله بنقدر نعملها ان انت دلوقتي تشوف هي الموجه بتاعتك دي موجه متكسره ولا موجه غير متكسره. فبنيجي دلوقتي نقسم قيمه الاتش على الدي، بنشوف دلوقتي الاتش بتاعتنا كانت 3.2 على الدي اللي هي الاربعه طلعت 8.10، فدي اقل كده من ايه؟ اقل من الواحد، فمعناها ان الدي اكبر من الاتش ودي نون بريكنج زون، ودي كده اكبر من الاتش فدي على طول نون بريكنج ويف. طيب بنيجي بعد كده بنعمل فرض ان احنا هنشتغل بالنوع نوع الصخر اللي احنا هنشتغل بيه في طبقه الارمر، بنفرض ان هو ايه؟ الكوير ستون حجر طبيعي رب، وعدد الطبقات اللي هنشتغل بيها هما طبقتين، وهنعمل البليسمنت بتاعنا بشكل راندوم، وفي نفس الوقت الميل بتاعنا هناخده 2:1 يعني كوتان الفا بتطلع ب2. بناء على البيانات اللي معانا دي بنيجي داخلين على طول كده على الجدول اللي كان معانا هنا ده اهو، قلنا دلوقتي هنشتغل بالكوير رب والان بتاعتنا ب2 والبليسمنت راندوم، وفي نفس الوقت كنا بنصمم قطاع في الهيد،
يبقى هندخل على العمودين دول. طيب والموجة بتاعتنا كانت نون بريكنج ويف، يبقى هنيجي هنا طالما هي نون بريكنج ويف تعالى شوف بقى كوتان الالفا كانت بكام، كانت ب2، يبقى خلاص قيمة الكي دي بتاعتك ب2.8. طب تعالى بالنسبة لقيمة الكي دلتا، قلنا هنشتغل برضو بالكوير ستون راب، والان بتاعتنا ب2 والبليسمنت هنعملها بشكل راندوم، فالكي دلتا بتاعتنا ب1.15. من هنا نقدر نروح نطلع قيمة السمكة وقيمة الوزن الصخرة بتاع طبقة الأرمر. فهنيجي هنا دلوقتي الدبليو بتاع الأرمر بتساوي الجاما ار في الاتش تكعيب على الكي دي ستار ناقص 1 تكعيب كوتان الارض. الجاما ار قلنا هنشتغل ناتشرال فهناخدها ب2.5 والاتش ب3.2 على الكي دي لسه جايبينها من الجدول ب2.8 والاس ار جاما رابل على جاما ووتر، جاما ووتر ب1 والجاما رابل الناتشرال ب2.5 ناقص 1 لكل تكعيب في كوتان الالفا بتاعتنا اللي هي ب2، طلعت ب 4.33 طن، فالكلام ده اقل من 10 طن، فخلاص انت كده ينفع تشتغل بالناتشرال الناتشرال بلوز. طيب خلاص كده عرفنا ان احنا عايزين صخره وزنها قد كده. طيب عايزين نحدد السمك بتاع الطبقه هيكون قد ايه. السمك ده طبعا بيكون سمك امبيريكال، مش شرط ان انت ايه تلتزم بالسمك ده بالظبط، انت ممكن تاخد سمك اكبر منه، ولكن هو بيديك صوره مبدئيه عن السمك اللي انت هتقدر تشتغل بيه. فالتي ارمر بتاعتك بتساوي كي دلتا في ان في البي اس 1/3. الكي دلتا دي اللي هي لسه مطلعينها من الجدول ب1.15، ولان عدد الطبقات اللي احنا بنرص بيها هنرص على طبقتين في الفوليوم. الفوليوم قلنا عباره عن جذر الدبليو على الايه على الجام، جذر الجذر التكعيبي للدبليو على الجام. الدبليو بتاعتنا اللي هي كانت طالعه هنا ب 4.33 على الجام ب2.5، يطلع لنا الكلام ده 2.7 ايه 76 متر، فهنزود تقريبا هناخدها مثلا ايه ب 3.6 متر. ممكن واحد ياخد رقم اقل من كده، يعني ممكن واحد يقول هياخد 3 متر عادي جدا مفيش مشكله، تمام. طيب تعالى على تاني طبقه انت محتاج تصممها، طبقه الفلتر. طبقه الفلتر قلنا وزن الحجر فيها بيكون عباره عن الدبليو ارمر ولازما الناتشرال على 5/10، بتكون من 5/10. ف 4.33 على من 5/10 هتلاقي اللي هي من 0.43 لبوينت 8.7 طن، فمن هنا ممكن ناخدها بوينت 8 طن. ممكن واحد يقول لك انا هاخدها بوينت 6 طن عادي جدا مفيش مشكله. طيب بالنسبه للسمك طبقه الفلتر دي، السمك نفس القانون اللي كنا مستخدمينه في طبقه الارمر اللي هو الكي دلتا في الان في البي اس 1/3. الكي دلتا قيمتها اللي هي ال 1.15 لسه مطلعينها من الجدول، الان ب 2 في الفوليوم بتاعنا ب 0.8 على ال 2.5. لسه احنا مطلعين هنا دلوقتي الدبليو بتاعتنا قلنا ب 0.8 نقسمها على الجاما بتاعتنا اللي هي ب 2.5 لان احنا شغالين ناتشرال. طيب يبقى من هنا اسم الجذر التكعيبي للكلام ده هيطلع لك ب 1.6 متر، خدها تقريبا ب 2 متر عادي جدا. لو واحد قال مثلا هاخدها ب 1.8 مفيش مشكله. طيب بعد ما عملت الكلام ده روح برده صمم طبقه الكور. طبقه الكور دلوقتي انت عايز تحسب لها الوزن بتاع الحجر بتاعها قد ايه. وزن الحجر بتاعها بيكون عباره عن الدبليو ارمر الناتشرال على من 200 ل 6000. طيب الدبليو ارمر الناتشرال كنا مطلعينها ب 4.33، لسه مطلعينها هي 4.33 على ايه من 200 ل 6000، تطلع لك القيمه دي من 0.72 ل 21.65 كيلو جرام. طيب فمن هنا ممكن ان احنا مثلا نقول ان احنا هنشتغل الوزن بتاعنا اللي هو 50 كيلو 5.5 طن، ده وزن الحجر اللي احنا هنشتغل بيه مثلا. طيب بالنسبة دلوقتي للليفل بتاع الكور، الليفل بتاع الكور هتقول دلوقتي بناء على الطريقة اللي انت هتشتغل بيها هتطلع الليفل بتاعك ده هو بكام. قلنا احنا دلوقتي هنفرض ان احنا هنشتغل بطريقة الاند ميثود، فطريقة الاند ميثود ان احنا دلوقتي بيبقى معانا هنا قلنا طبقة الكور نهايتها اهي ومنسوب المية هنا، والارتفاع ده بيكون ارتفاع اللي هو اتش على الاتنين. فمن هنا قيمة الاتش بتلاتة بوينت كام؟ بتلاتة بوينت اتنين على الاتنين الواحد وستة من عشرة. فكده انت معاك اللي هو الارتفاع بتاع طبقة الكور قد ايه. بعد ما خلصت الكلام ده كله تروح تحسب باتي منسوب طبقة الارمر فوق بكام؟ دي كده طبقة الكور، وعندك هنا دي طبقة الفلتر، والاخيرة دي طبقة الايه الارمر. تروح تحسب بقى منسوب طبقة الارمر ده هو بكام، وتشوف المجموع بتاع المين سيرفس ليفل زائد اتش على الاتنين زائد المين سيرفس ليفل زائد الواحد ونص في الاتش زائد التي ار
على الاثنين، تشوف القيمة دي بكام وتشوف منسوب الأرمر بكام. طيب منسوب طبقة الأرمر من فوق هيكون عبارة عن منسوب الكور اللي هنا ده، منسوب الكور اللي هنا ده اللي احنا مطلعينه بواحد وستة من عشرة، واحد وستة من عشرة، وقلنا سمك طبقة الفلتر كان باتنين متر. طيب يبقى واحد وستة من عشرة واتنين متر، يبقى كده معاك تلاتة وستة من عشرة، ومعاك هنا المنسوب ومعاك هنا سمك طبقة الأرمر هو تلاتة وستة من عشرة، فتجمع الكلام ده كله يطلع لك السبعة واتنين من عشرة، يبقى المنسوب اللي هنا ده سبعة واتنين من عشرة متر. طيب بالنسبة بقى للمجموع بتاع واحد ونص اتش زائد التي ار على الاتنين، واحد ونص في الاتش تلاتة واتنين من عشرة زائد التي ار اللي هو بالنص على الاتنين، الكلام ده هيطلع لك بخمسة وتلاتة من عشرة. فكده أقصى منسوب المية هتقدر توصل له من منسوب المين سيرفيس ليفل هنا هو هو إن هي توصل لمنسوب خمسة كام؟ 5.3. طيب والمنسوب بتاعنا هنا ده 7.2، فكده احنا ايه؟ احنا سيف، مش محتاجين ان احنا نعمل جزء خرساني لفوق كده، تمام؟ طيب بالنسبة لعرض الطريق، السكشن بتاعنا ده سكشن في الهيد، فطالما سكشن في الهيد يبقى عرض الطريق بتاعنا ب 15 متر. طيب بعد ما خلصت الكلام ده كله تبدأ ترسم بقى القطاع بتاعك وتكتب عليه الداتا بتاعتك كلها. اول حاجة هتيجي دلوقتي انت معاك هنا ده كده منسوب القاع، وبتطلع منه لحد ما توصل للمنسوب اللي هو الواحد وستة من عشرة اللي هو قلنا ايه منسوب الكور. بعد كده هتجمع عليه الاتنين متر يبقى طلعك تلاتة وستة. بعد كده هتطلع للسبعة واتنين من عشرة اللي هو المنسوب اللي عندك فوق ده كده بتاع الايه بتاع الارمر، لان سمك طبقة الارمر كان تلاتة وستة من عشرة. وتيجي جاي على كل طبقة تكتب وزن الحجر بتاع الطبقة دي قد ايه، وزن الحجر في الكور قلنا كان من بوينت 7 لحد 21.6 من 10 كيلوجرام، وهنا قلنا كان طالع بتقريبا كان بكام في الفلتر؟ كان طالع ب 8 من 10 طن، وكان طالع في الارمر ب 4.3 طن. وفي نفس الوقت تكتب السمك بتاع كل طبقه هو قد ايه، ترسمه كده وتكتب عليه السمك بتاعه. طيب وعندك هنا ده المنسوب بتاع منسوب الصفر هنا اهوتي، وده كده ايه الشكل بتاع الموجه. والميل بتاعنا اللي هنا ده قلنا هنعمله اللي هو ميل كام؟ 2:1. بتسيب مسافة 2.5 متر من هنا كده، 2.5 متر من نهاية الميل بتاعك، وبعد كده بتبدأ تنزل بميل تاني كده اللي هو ميل القعدة اللي عندك دي. بتاخد القعدة اللي عندك هنا دي اللي هي الجزء بتاع القدمة ده كده بتاخده تقريبا 1 متر، الارتفاع ده كده بتاخده 1 متر. طيب كده انت يعتبر رسمت الشكل المبدئي كله. عايز بقى ترسم هنا كده الطريق اللي هتمشي عليه العربيات او الجزء اللي انت هتستخدمه كطريق. طيب فبتسيب من نهاية الميل من هنا كده بتسيب مسافة 2.5 متر، 2.5 متر، وبعد كده بتبدأ تاخد 1 متر كده خرسانة، 1 متر، وبتسيب من وش الخرسانة دي لحد الجزء بتاع اللي هو قاعدة المنارة بتاعتك دي بتسيب مسافة 6 متر، وتسيب مسافة 6 متر من الناحية التاني ده كده، يبقى معاك انت هنا كده ده 6 متر و6 متر، يبقى ده كده 12 متر، وانت قايل ان عرض الطريق بتاعك ده كده كله ب 15 متر، 15 متر، لان ده كان هيد. فبالتالي القعدة بتاع المنارة دي هي قد ايه؟ 3 متر العرض بتاعها. طيب بالنسبة للطريق الجزء اللي هنا ده بتاخده بواحد متر، وبتسيبها كذا من الناحية التانية ده بتسيب مسافة 1 متر، وبتسيب هنا كده تي الجزء ده كده تي 2.5 متر. نفس الكلام اللي عملته في الاتجاه ده هتروح تعمله في الاتجاه ده. وفي الرسم بتاعك توضح شكل الصخور برضو، ترسم ايه شوية صخور كده، مش شرط ترسمهم كلهم بس توضح جزء منهم ان في اختلاف في شكل الحجر بتاعك. فكده انت يعتبر حليت المسألة بتاعتك لحد الاخر. واهم حاجة تكتب برضو ان انت هنا في الهاربور سايد وهنا في السي سايد بتاعك كده. يا باشمهندس انت يعتبر خلصت المسألة بتاعتك. طيب لو انا دلوقتي معايا سيكشن في الترنك وعايز اصممه، هيختلف عن السيكشن بتاع الهيد؟ مفيش اي اختلاف خالص ما الا الفرق. يعني هتلاقي دي مسألة اهي عاطلنا برضو ايه ارتفاع العمق بتاع المية ب 4 متر، وعاطل هنا ارتفاع الموجة ب 2.5 متر، وعاطلك هنا الويف بيريود عاطلك التي بتاعتك ب 8 ثواني، وعاطلك التايدل رينج بتاعك بنص متر. برضه نفس الخطوات اللي عملناها هناك بالظبط، من انت الاول هتحدد نوع الموجه وهتحدد نوع الصخر اللي انت هتشتغل بيه والان والطريقه الرصه، وهتحدد برضه الالفا بتاعتك هي بكام. طلعنا قيمه الكي دلتا، يعني تعالى هنا نشوف الكلام ده
لو رجعنا للجدول علشان نعرف ازاي نطلعها، انا معايا هشتغل بالكويريز تول رف والان ب2، وهشتغل بالراس بتاع اللي هو الراندوم وكوتان الالفا ب2. لو جينا هنا للجدول اهو بتاع الكي دلتا، هتلاقي ان انت هنا ده اهو الكويريز تول رف والان ب2، وهنعمل بليسمنت. وعندنا دلوقتي السكشن بتاعنا سكشن في الترنك، وكانت الموجه بتاعتنا نون بريكنج ويف، فمن هنا قيمه الكي دلتا على طول بكام؟ ب4. طيب قيمه الكي دلتا بتاعتنا ب4، وقيمه الكي دي ب4، وقيمه الكي دلتا ب1 و15. هتروح نفس الكلام بالظبط، بان انت هتعمل طبقه الايه؟ الارمر، بان انت هتوجد وزن الصخره منهم بكام، وتدخل بعد كده هتيجي بقى الفرق الوحيد بقى اللي بيتم عندك بين طبقه الارمر في تصميمها في الهيد وتصميمها هنا في الجزء بتاع الترنك، بان انت طبقه الارمر الجزء اللي هنا ده كده في السي سايد، لو هنا ده السي سايد واللي هنا ده اللي هو الهاربر سايد، بنلاقي ان احنا هنا في السي سايد بناخد السمك فعلا اللي احنا كنا مطلعينه، وبناخد صخور من الوزن فعلا اللي انت كنت حاسبه من المعادله اللي ورا دي. لكن لما بتيجي هنا في الهاربر سايد بقى بتبدا تقلل الايه؟ السمك ده، بتاخد السمك هنا في الجزء بتاع الهاربر سايد بتاخده تلتين الجزء، يعني هنا ده السمك بتاعك والوزن بتاعك الصخور اللي هتشتغل بيها في الجزء اللي هنا ده كده، بتشتغل بصخور وزنها تلتين الوزن اللي انت كنت مطلعه من الجزء بتاع السي سايد، تمام؟ وبرده نفس الكلام في قيمه الايه؟ الكي دلتا السمك بتاع الطبقه عندك اهو. هتيجي هنا بالنسبه لطبقه الفلتر نفس التصميم بالظبط بتاع الجزء بتاع الهيد، مفيش فرق خالص، وطبقه الكور هتعمل معاها نفس الايه؟ الكلام. وتيجي برضو في رسم السكشن بتاعك الدنيا بتختلف شويه، السكشن اللي فات كان فيه مناره، لكن السكشن اللي هنا ده ما بيكونش فيه مناره، بيكون بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. لو جينا نشوف رسمه ازاي، اول حاجه عندك ده كده خط القاع اهو، وعندك هنا كده بتطلع بميل 2:1، الميل ده كده بتاع الادمه، وعندك برضو الارتفاع ده كده بيكون 1 متر، وبعد كده بتسيب مسافه 2.5 متر لحد اول نقطه هتبدا منها الميل، وتبدا تطلع بالميل بتاعك برضه ميل 2:1، وفي نهايه الميل بتاعك بتسيب 2.5 متر، وبتاخد 1 متر اللي هو الجزء الخرساني ده، وبعد كده بتسيب عندك ال 6 متر دي اللي هي يبقى دي 2.5، ودي ال 1 متر، ودي ال 6 متر، وبعد كده عندك دي ال 1 متر، وعندك دي برضه 2.5، ايه 2.5 متر، والميل عندك برضه هنا. الميل بقى بيختلف، الميل اللي بتاخده 3:2 هنا، هناك كنت بتاخد 2:1 هنا في الاتجاه ده، وهناك برضو في الجزء بتاع الهاربر سايد كنا بناخد 2:1، ده الكلام ده في ايه؟ في الهيد. لكن هنا في الترنك بناخد، لا في السي سايد بناخد 2:1، وفي الهاربر سايد بناخده 3:2، ونفس الكلام اللي عملته في الناحيه ده هتعمله برضو في الناحيه ده، ان انت هتسيب ال 2.5 متر، وبعد كده هتبدا تطلع الايه؟ الميل بتاعك، وتكتب عندك هنا الوزن بتاع كل صخره، وتكتب السمك بتاعك عادي جدا نفس اللي عملناه في المثال اللي فات. وبكده يبقى خلصنا اللي هو الجزء بتاع الرابل ماوند بريك ووتر. والسلام عليكم ورحمة الله.